بخير، وكنشكروا الناس اللي ساروا على هذا الشيء، والحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. كنتمنوا من الله الناس يكونوا كلهم بحال هكا، يتعاونوا مع بعضياتهم على الناس، وهذا راه جزاء كبير والحمد لله. الله يسر كل واحد، والله يرحم الوالدين، كل واحد اللي دار شي حاجه مزيانه الله يسهل عليه. كنشكركم بزاف على هذه المبادره اللي درتوا لينا، وعمرنا ما كنا كنحلموا نخطنوا ولادنا في هذا الكلينيك ونديروا لهم التحاليل. انا ديما كنتمنى ندير ولدي التحاليل باش نخطنا والله يسهل عليهم. اليوم نهار كبير كبير بزاف. La clinique Badr du groupe ODM a organisé une journée de circoncision pour 107 enfants, Tbarkla, en association et en partenariat avec une association Innerwheel du docteur Lebbar. Et donc c'est un grand jour parce que pour le moment tout se passe bien, alhamdoulilah. Et on est plein de joie et plein de bonheur et plein d'amour et plein d'énergie pour tous ces enfants à qui nous souhaitons beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de santé. باش ان نديروا لهم هاد لا كامبان دو سيركونسيزيون، وتنشكروا جزيل الشكر لو غروب او دي ام، تنشكروا الطاقم الجراحي الطبي الطاقم الاداري باسم اعضاء النادي إنرويل، تنشكروهم جزيل الشكر. وحنا فرحانين، والاباء ما تصوروش ان السرور اللي دخلوا على القلوب ديال هاد الامهات والابات باش تختنوا مساكن هاد الوليدات اللي هما جايين من عائلات معوزه اللي ما عندهاش الامكانيات باش تختن وليداتها في واحد المصحه اللي هي بريفي. اليوم عندنا واحد الكومباني دو سيركونسيزيون الختانة ديال واحد تقريبا 109 ديال الاطفال اللي السن ديالهم تيتراوح ما بين شهرين ثلاث شهور حتى لخمس سنين اربع سنين. دونك هاد الحمله حاولنا ننظموا ليها من قبل ونستعدوا ليها في البلوك باش تدوز بواحد السلامه وواحد لا سيكوريتي ديال لونفون. دونك يافي دي شيغورجيان، كانوا واحد الاطباء متطوعين اللي فيهم اطباء جراحين اللي تيديروا الختان واطباء ديال الانعاش والتخدير.